وفي سياق ذي صلة بالخدمات والأعمار، اطلع المحافظ ميدانيا خلال زيارة أجراها لجامع الملوية على نسبة الإنجاز بمشروع صيانة وتأهيل الجامع وقصر الخلافة العباسية الأثرية، كما استطلع الأعمال الجارية في أحياء قضاء سامراء الجاري تنفيذها، والتقى بعدد من الملاكات الهندسية والفنية لمناقشة المعوقات ووضع الحلول لتجاوزها، مؤكدا على أهمية التعاون الجاد مع كافة العاملين في القضاء لغرض الانتهاء من الأعمال بسرعة الممكنة ورفع وتيرتها للبدء بمرحلة تعبيد الطرق وتطوير البنى التحتية لإنهاء معاناة الأهالي. زار السيد محافظ صلاح الدين مدينة سامراء، ومنذ الصباح منذ ساعات الصباح الأولى التقى بالسيد مدير ماء سامراء واطلع على أهم المشاكل التي يعاني منها القضاء. هذه الزيارة تأتي ضمن الزيارات التي يوافد السيد المحافظ مدينة سامراء لانتشالها من واقعها المزري، حيث أن سامراء تشهد منذ فترة طويلة إهمال كبير من إدارات سابقة. السيد المحافظ حريص على أن تكون سامراء نصب عينه. طبعا هذه الزيارة جاءت بعد زيارة أخرى قام بها السيد المحافظ أثناء الزيارة الأربعينية للإمام الحسين والتي شهدت نجاح كبير، واطلع على الحملة التي تسمى سامراء تستحق لرفع الأنقاض الموجودة، واطلع أيضا على مشروع الملوية، مشروع جامع الملوية، واطلع على أهم المعوقات للشركة المنفذة، ثم اطلع على بعض الشوارع التي ستخدم إن شاء الله في القريب العاجل. سيد المحافظ حريص على أن يكون هنالك خدمة حقيقية في مدينة سامراء، طلع على بعض الشوارع التي فيها فحوصات لشركة المجاري. في الأخير الرجل ختم زيارته واعد بأن تستمر الحملة، وإن شاء الله نفس السيد المحافظ وباتجاه أن تخدم مدينة سامراء خدمة حقيقية تليق بها وبمكانتها.